تزايدت بالفترة الأخيرة عمليات السرقة بالمتن الشمالي آخرها صباح الأربعاء بمنطقة الجديدة شارع العسيلي وتحديدا بشركة تيلي داتا المخصصة للكمبيوتر، حيث تفاجأ الموظفون بالباب مغلق صباحا وتبين أنه تم استعمال قطع حديد لفتحه وتم كسر الأقفال. كيف هالوقاحة هيدي أنه يجوا يخلعوا البواب ويفوتوا ومع أنه في هالقد سكن وفي يعني كيف ما بيخافوا من الأجهزة الأمنية أبدا؟ مأخوذ أشياء محددة يعني. أخذوا لابتوبس، أخذوا كاميرات، أخذوا تليفونات، وأخذين مصاري، أخذين شيء 2000 دولار وشيء مليون ليرة. المسروقات قدرت بأكثر من 30,000 دولار والتحقيقات بدأت. وبالانتقال إلى منطقة ظهور النقاش أيضا بالمتن الشمالي، فالسرقات بالجملة مع تعرض المواطنين للتهديد من قبل السارقين. فاتوا فاجأوني، طلعوا عن السطح من المنور، ما بعرف مثل الوطواط صار على السطح ونزل على البلكون حبل مرابطه، كانوا شي ثلاثة كمان بالأوضة، وعيت عليهم أنا على البيل بدي صرخ كان مسكني على خوانيقي. هلأ ما في كفي لأنه مش قادرة، صدقني مش قادرة. هن ثلاث أشخاص كانوا وجربوا يسرقوا اللي جوا يعني، وكسروا الباب يعني، ربطوا الباب بالسيارة وخلعوه. كيف عرفتوا انه ثلاث اشخاص؟ هلا هن يعني نحن حاطين كاميرا بس من برا يعني، بس تصوروا بس ما بين كثير. فات واثنين، وحده حبشيه وحده لبنانيه. قال له بدي علبه لبنه، راح ورا البراد بدي جيب علبه لبنه، حط ايده هيك وسكر له تبه ودعس له عضلاعه. الخوف يطال كل الناس والهم بالمنطقه على مدار الساعه. في عيال بالليل ما بتنام ببيوتها بالمنطقه، رغم انه كل الحرب اللي قطعت وكل انواع الحروب اللي قطعت ما حدا ترك المنطقه الا هالشهر. انا لي 25 سنه مش مارع الحال يا عم. الفت اجوبه قوى الامن للمواطنين عند تقديم الشكوى. موقفين سياره صار لها شي 15 يوم، دقينا للمخفر بليز هالسياره بركي مسروقه، بركز انه في شيء، انه بليز تعوا شوفوها. بقول لي اذا مدام مزعجتك انه معلش بعدي عنا وما في شيء بأثر. المنطقه اطلق عليها سكانها اسم منطقه رعب. عم ننام مسكر باب اوض النوم بالمفاتيح يعني، ما صارت بعد هيدي. ونحن عايشين بحاله يعني كتير صعبة، وبالنهار كمان مش عم نقدر نقعد بالبيوت. دور النقاش تستغيث والأهالي لديهم الحل. نحن رح نحمي حالنا إذا ما حدا رح يحمينا، نحن بنعرف نحمي حالنا. إذا الدولة مش هتأمن لنا حماية من درك الجيش أو حدا، نحن مستعدين نتجمع هون بالحي كل واحد، وكل واحد بيشتبه فيه من أوسه من مكان يكون. المشكلة بحاجة إلى حل سريع، وعلى القوى الأمنية والمسؤولين للإسراع بإيجاده قبل ما يتفاقم الموضوع.